تنجح الشرطة المجتمعية في محافظة الأنبار بتحقيق أهدافها، حيث قضت على الكثير من السلوكيات السلبية في المجتمع الأنباري. يعني حال ارتاحنا لهاي الشرطة، الشغلة هاي حل زينة يعني بالنسبة لنا، بس نريد الأكثر يعني بالأكثر. احنا ما نقدر، احنا دا نشوف حالات هواية دا نشوفها قدام عيوننا، يعني ما نقدر، تدري ما نقدر احنا نحكي تعال ليش انت سويت كذا، انت ليش هيجي، ندخل بمواضيع يعني ندري بيخاف تأذينا يعني احنا. يعني هسه شات يعني ابسط شات التحرش، ما حيقدر ينزل عائلته من وراء هاي الظاهره، فان شاء الله هاي الظاهره تلغي من هاي الشاطئ ان شاء الله. واحنا يعني شو ما نقول نتعاون وياهم، نتعاون كيف الخير ان شاء الله، مو يتعاونوا وياهم احنا نتعاون وياهم ونحد من هاي الظاهره، يعني هاي الظاهره ابد مو حضاريه. التسول والتحرش والابتزاز الالكتروني والكثير من السلوكيات السلبيه في الاسواق والاماكن العامه تشكل مصدر ازعاج للمواطنين من عائلات وشباب وأطفال. الابتزاز الإلكتروني يقولون أي تهديد عن طريق الفيس أو الواتساب أو أي تهديد إلكتروني نبلغ الشرطة المجتمعية، هم يقومون بهذا الواجب. وتبقى أهمية الشرطة المجتمعية على رأس أولويات العمل الشرطي الذي يمنح المواطن شعورا بالأمن والأمان.